السلام عليكم، ما تقول به اليوم بدنا نكمل بالماك بروتوكول بالويرلس نتورك. بعد ما حكينا المحاضرة الماضية محاضرتين ماضيات حكينا عن شوية ماك بروتوكول زي الكيرس انسمنت والاكسس، وحكينا عن تي دي ام اي، حكينا عن الواي ماك، وحكينا عن التراما. نجي اليوم على اشهر او من اشهر الراوتنج والماك بروتوكولز الموجودة بالويرلس صندوق اللي هو الليتش. الليتش راح نشوف انه راح يشتغل جزء ماك بروتوكول، راح يشتغل كمان جزء راوتنج بروتوكول. خلينا نشوف الليتش اللي هو لو انرجي ادابتيف كلسترنج هيراركي كيف بيشتغل از ماك بروتوكول. الهدف من الليتش انه يقلل الباور كونسومشن اقل ما يمكن باستخدام فكرة الزونز او كلسترز. النتورك بدل ما انا ابعث الداتا دايركت للبيس ستيشن، فانا ببعثها للنودز اللي بعديه اللي بعديه حتى صار البيس ستيشن. فهيك انا بقلل البار كونسومشن. دائما الون هاب كوميونيكيشن بصرف باور اعلى بكثير من المالتي هاب كوميونيكيشن. ففكره الليتش شغاله على او تعتمد على التي دي ام اي. يعني راح نشوف الليتش فعليا في عندي تو كلاس او تو بروسيجرز، تو فيسز. الفيس الاول هو سيت اب فيس، والفيس الثاني هو ستدي ستيت فيس. بس سيت اب فيس النودز تعمل الكشن مين الكلستر هيد. بعد يكون عندي نفرض نتورك فيها 10,000 نود، بدي اقسمها الى كلسترز. كل كلستر بدي اخلي واحد منها اللي هو كلستر هيد. زي انتم عندكم كل كليه فيها طالب باتحاد الطلبة، فهو الانترفيس مع الاذر نتورك. فراح نشوف من خلال السيت اب فيس النودز تعمل كومبيتيشن حتى تصير هي الكلستر هيد. ولاحظ كلستر هيد هو الشغله الاساسيه بالليج. واحد ممكن يسالني طب الكلستر هيد بيضل شغال، هو بيشتغل عن كل النودز الثانيين، معناته بصير باور على الثانيين. السؤال صح، هو بصرف باور على الثاني، بس الليتش مشان يخلي النودز البار كونسومشن لهم كله تقريبا متساوي، شو بسوي؟ هذا الكلستر هيد بتغير معه كل فتره، بتغير يعني بصير بعمل روتيشن. يعني بعد فتره من الزمن كل النودز اللي بالنتورك صاروا كلستر هيدز، فانا بتصير كلستر هيد لفتره بعدين بتبطل. لما تكون كلستر هيد تكون دائما اكتف، بعدين تتخلص ترجع بالسليبنج مود او نورمال مود. راح اشوف هي البروسيجر كيف بصير في عندي اللي هي الكرييشن للكلستر هيد. انا على اي اساس انا بختار انا كلستر هيد؟ عندي هاي النتورك او هاي الكلستر فيها 50 نود، كيف بدهم يختار واحد منهم كلستر هيد بالسيت اب فيس هاي؟ بس راح نرجع بعد شوي على السيت اب فيس. لاحظ السيت اب فيس بصير في فيش في اي نوع من الداتا ترانسميشن، بصير كله كنترول. بتصير الداتا ترانسميشن بتروح بالسيدي ستيت فيس اللي هي فعليا تي دي ام اي بروتوكول. كل نود لها تايم سلوت. ف الكلستر هيد مش كمان مشان يقلل البار كونسبشن له، فهو بس يجيب داتا من كل اليوزرز. ده من الكلستر بعمل لهم داتا اجريجيشن. القيم اللي الريدندنسي بشطبها بعمل كومبريشن وبعمل انيشال بروسيسنج، بعدين ببعثها للنكست كلستر او ببعثها للبيس ستيشن. ف من خلال هاي الداتا اجريجيشن من خلال الكومبريشن بتصير الداتا اللي بتتصل بيس ستيشن اقل بكثير من كل واحد والداتا الداتا تبعته. فهسه راح نشوف شو السيت اب فيس والستيدي ستيت فيس. لاحظ بالستيت اب فيس النود او كلهم بيعملوا الكشن بيختاروا اللي هو الكلستر هيد. اختيار الكلستر هيد فكره بسيطه، كل النودز بتختار راندوم نمبر، راندوم نمبر من 0 تو 1. النود اللي بتختار اعلى راندوم نمبر بتكون هي الكلستر هيد. طب ممكن واحد يسالني طيب انا دائما انا بختار قيمه واحد، فانا دائما كلستر هيد، فالمفروض انه
الراندوم نمبر جنريشن اليوزر ما له علاقه فيه، بختاروا بيور راندوم. هاي بتفيدني عمليه بالروتيشن، مشان انا اخترت، انا هسه اخترت الماكسيمم راندوم نمبر، بعد شوي اللي بجنبي، بعد شوي اللي بجنبي. فهذا السبب الكلستر هيد بمر على كل النودز، فبصير عندي البار كونسومشن لكل النودز يكون ديستريبيوتد. فهي فكره اللي هي كلستر هيد روتيشن، انه الكلستر هيد بتغير مع الزمن، كل فتره بتغير الكلستر هيد. فكل نود بتختار راندوم نمبر، يعني شو بروبابيلتي تكون راندوم نمبر بناء على معادله، تختار راندوم نمبر اللي له علاقه ب قيمتها وقديش هي صارت كلستر هيد باخر ان تايم. يعني مثلا لو فرضنا ان 10، اخر 10 مرات كم مره صارت هاي النود كلستر هيد؟ فاذا مثلا اذا صارت اكدت انها صارت كلستر هيد عدد معين، فبقول له رح تختار رقم رح يكون قيمته زيرو، مش رح يصير كلستر هيد. فهي له علاقه ب قديش عدد المرات اللي صارت كلستر هيد، قديش عدد النودز في النتورك. فهي البروبابيلتي تو بيكم كلستر هيد اوبن فور ايفري ون. لو اثنين اختاروا نفس النمبر طلعوا نفس البروبابيلتي، هم نفسهم بده يعملوا بروب كرييشن او بيعملوا سيلكشن للنيو راندوم نمبر. يعني ممكن هاي العمليه تتم مره ثنتين ثلاث حتى يختاروا بالاخير ون كلستر هيد. يعني تخيلوا النود اكس واي اثنين اختاروا مثلا نص، هم كانوا كلستر هيد، بشوفوا هم اثنين نص كلستر هيد، بقول لك بصيرش بالنتورك يكون تو كلستر هيد، فاثنين بردوا يختار راندوم نمبر مره ثانيه، اللي اعلى منهم بصير هو الكلستر هيد. ف الفيرجن من الليج هاي زياده على الليج، خلى انه النود الراندوم نمبر له علاقه بالانرجي الموجود فيها، كل ما كانت النود تبعها الانرجي عاليه بروبابيلتي انها تصير كلستر هيد عاليه. هاي اضافه، هاي اسمه الباور ليج او البي ليج او الانرجي ليج. فبتختار البروبابيلتي بناء على التوتال انرجي اللي موجوده بالنتورك والانرجي الموجوده فيها. فبتصير البروبابيلتي كل ما زادت الانرجي الموجوده فيها بروبابيلتي انها تصير كلستر هيد اعلى. ف النود انا اخترت، انا عرفت انا بهاي النتورك النود اكس صارت هي كلستر هيد، هي اختارت اعلى افضل راندوم نمبر، هي اللي صارت كلستر هيد. فهي بتبعث ادفرتايزمنت مسج لكل النودز وذن النتورك، بقول لهم انا كلستر هيد، بعد تبعثه برودكاست النودز بسوي شيء. فكلهم ببعثوا له انا بدي يعني جوين ريكوست، فهو ببعث ادفرتايزمنت، فالنودز اللي هو بيقولوا انا بدي اصير جزء من النتورك تبعك، يعني انا موافق انك كلستر هيد. فبيجي الكلستر هيد بشوف كم واحد جاوب، بعطيهم كل واحد تايم سلوت، يعني بقول الاول الثاني الثالث الرابع صارت بعدين. هسه كل يوزر بالتايم سلوت اللي اعطاه الكلستر هيد بقدر يبعث الداتا للكلستر هيد. هاي هي الفكره، انه بالسيت اب فيس اخترت الكلستر هيد، بالسيت ستيت فيس انا حددت لكل اليوزرز شو التايم سلوت تبعته، بقدر يبعث الداتا تبعته. ف بس ذا سيد فيس النودز عارف التايم سلوت تبعها، تقدر تبعث الداتا. لاحظ بالتايم تبعها ما حدا له علاقه بالشانل، فهي كونتنشن فري تي دي ام اي. كلهم ببعثوا للكلستر هيد، الكلستر هيد بمسك هاي الداتا الموجوده من السنسورز. يعني هو مثلا انا بستنى التايم سلوت الاول الثاني الثالث الرابع، بس يجيني كله الداتا منهم كلهم، بعمل لهم اجريجيشن كومبريشن بوديها
البلاي ستيشن او اللينكس توب، فهي بتقلل الباور كونسومشن وبتقلل الباكيت سايز الداتا ترانسميشن سايز. الليتش تقدر تستخدم اللي هي فكره سبريد سبكترم مشان يصير ما فيش عندي انترفيرنس. هاي مش مهمه على فكره استخدم دايركت سيكونس سبريد سبكترم، يعني تقدر تستخدم سي اس ام اي السي دي ام اي من خلال كود ديفيجن مالتيبل اكسس، من خلال دايركت سيكونس سبريد سبكترم ممكن يعني مش اساسي انك تستخدم دايركت سيكونس، بس هي النوت عارف التايم سلوت تبعها. لو بدك تستخدم دايركت سيكونس سبريد سبكترم كل نوت عارف الكود تبعها اللي تقدر بيجيها من البلاي ستيشن، تقدر تبعث على يوزنج السبلينج كود بدون اي مشكله. فلاحظ هسه الفكره من خلال سيت اب فيس انا عرفت الكلستر هيد، الكلستر هيد هو اللي بيكون اكتف، بعدين كل خلال سيت اب فيس هو ببعث بقول لهم انا الكلستر هيد كلهم بعثوا له جوين، فبعطي كل واحد تايم سلوت. هسه كل واحد كل يوزر بس بكون اكتف بالتايم سلوت تبعه، كل واحد بعد فتره تبدا عمليه سيت اب فيس مره ثانيه، بده يصير نود ثانيه كلستر هيد. هذا بصير عندي الباور كونسبشن بالنتورك كلها ديستريبيوتد، كل النتورك تنزل الباور تبعها مع بعض، مش انه الكلستر دائما شغال هو بخلص اول واحد. ففي عندي انا فاريشنز كثير من الليتش، مش راح اخوض بالديتيلز تبعته. انا بهم انا عارف الليتش الاساسي مكفي، في عندك الليتش سي، في عندك الليتش اي، في عندك الليتش بي، في عندك الليتش ام، في عندك تقريبا 12 او 13 ممكن وصلوا 16 فيجنز كلهم استخدم شغله زياده. يعني مثلا الاي ليتش نيرجيس استخدم فكره الباور، يعني معادلة الراندوم نمبر أضاف فيها الباور، البيليج أضاف فيها أو الفيليج أضاف فيها الموبيليتي سرعة النود، السيليج اللي هو السنترلايز ليج اختار النود اللي هي اللوكيشن تبعها أقرب ما يمكن للمنتصف. فكل واحدة من هذول أنا بديش أخوض في الديتيلز تبعه، أنا بيهمني الليج. لاحظ وبعدين في عندك ماني بروتوكولز، ماني بروتوكولز انا بدي شيء يعني. انا بدي تعرف لي اللي اخذناه لحد الان كونتنشن بيس كونتنشن فري والليج. راح نشوف كمان بعد شوي اللي هي لما نجي على الراوتنج بروتوكول راح نرد نعيد الليج. هذول الاساسيات وكثير منهم هذول عباره عن يعني جست بروبوز اس بيبر، بس سي اس ام اي والالوها والواي ماك والتراما والليج والاسم وال في كمان ثلاثه اربعه بحكي لك عن الهايبريد ابروتش بديش ادخل فيها، بديش ادخل بالديتيل تبعها بكفي. هاي اللي انا بدي اياه منكم بالنسبه ل الليج او بالنسبه للماك بروتوكول بالوير سنسمنتو. لاحظ اشي انا ما شرحته ما راح ادخله بالامتحان، المفروض امتحانكم راح يكون يوم الاحد القادم ان شاء الله، بكره او خلال وقت المحاضره راح نحكي شوي عن الامتحان، راح نحكي شوي عن الامتحان وراح نحكي شوي عن اللي هي البروجكت اللي المفروض انه يكون جاهز. انا فكره البروجكت جاهز معي، بس انا بدي اتناقش انا وياكم شويه بالبروجكت، اشوف شو رغباتكم او شو حابين او شو في بروتوكولز ببالكم او بروسيجرز بالويرلس بروتوكولز حابين تتعلمون. ان شاء الله بشوفكم بالمحاضره ويعطيكم العافيه.